تعالى نبدأ اليوم برضو من أوله. إحنا صحينا دلوقتي الصبح نفطر إيه؟ تمام، أنا بالنسبة لي وبالنسبة للناس اللي بتتمرن معايا بديهم جبنة قريش. بس جبنة القريش تحفة، من غير عيش ولا أي حاجة؟ ولا أي حاجة، جبنة القريش مثلا مع عليها معلقة زيت زيتون، دي بتبقى وجبة متكاملة. بس ولا نحط عليها طماطم ولا خيار ولا اي حاجه؟ ممكن لو حضرتك عايزه تزودي ممكن تزودي عادي. طيب يبقى كده الفطار جبنه قريش. يبقى جبنه قريش، جبنه قريش دي بيبقى فيها بروتين كازين، ده بيقعد فيها بروتين إيه؟ كازين ده بطيء الامتصاص. اوكي، ده بيقعد مثلا حوالي 8 ساعات في الجسم، الجسم بيستفيد بيه. طيب زي حالتنا كده بقى، بنروح الشغل من بدري فبنقعد بقى كتير. تمام، بعد خلاص فطرنا ده في البيت ونزلنا رحنا الشغل بقى، طيب ناخد سناكس بقى معانا ايه واحنا في الشغل؟ ممكن حاجه بقى زي الشوفان اللي هو سريع التحضير ده، غير شو؟ لا ما انا يعني عايزه اكل برضو، ما انا بني ادمه، مفيش حاجه ان انا انقنق في حاجه زي ما بنقول كده نقعد ناكل. ما هو السناكس اللي هيبقى كله موجود هيبقى غير صحي. طيب يبقى شوفان فيه، طب فيه شوفان اللي هو طالع كده ده اللي هو بالفواكه المجففه ده اوكي. تمام، طيب يبقى شوفان وممكن نحط عليه لبن او موز او أكل. على حسب برضو الهدف بتاعك، احنا مش عايزين نزود السعرات الحراريه قوي يعني، على حسب الجول بتاعك. طيب هو برضو كل واحد غير التاني. يبقى بس احنا بنتكلم بشكل عام ان جنرال يعني انه يعني هو ده الستايل اللي الناس حركتهم عليه، الاكل اللي هيفيد الجسم. طيب فطرنا جبنه قريش، السناكس كانت شوفان. نتغدى بقى، نتغدى ممكن بقى حاجه مشويه مع شويه رز، شويه بطاطا جنبها طبعا، شويه طب سلطه بقى عشان فين الالياف. الخضار الخضار فين؟ ما هو عشان السلطه دي عشان الالياف، لكن ما اكلش خضار يعني، ما فيش بقى باميه وفاصوليا. لا ممكن بس برضه هتبقى كميه بسيطه. ايوه ماشي ماشي يا محمود يا رقي، انا عارفه بس انا بحب، اصل استاذ رقي بيقول لي ما هي السلطه دي خضار يعني ارمين. ايوه انا عارفه بس انا بحب يعني انا بحب الرز نحطه كده على الخضار والطبيخ. ايوه الطبيخ. طيب احنا كنا دلوقتي ايه، خلاص خلصنا وجبه الغداء، هتبقى مثلا قلنا فراخ مثلا مشويه، لحمه ستيك مثلا، سمك مشوي مثلا مع طبعا حاجه نشويات كربوهيدرات زي ما قلنا الرز. بعد كده ممكن بعد العشاء مثلا جبنه قريش. مفيش سناك بقى ما بين الغدا والعشاء؟ مفيش، على حسب برضو، على حسب. طب احنا في الشتاء الجو برد بجد، نعمل ايه؟ طب يعني نشرب حاجه؟ طيب يعني المشروبات ممنوعه ولا مسموحه؟ المشروبات برضو لو انا هعمل مثلا عصير برتقال مثلا هيبقى فيه سعرات عاليه جدا. البرتقال ده، البرتقال ده انا بعرفه ان هو للدايت. لا لاي حد بيعمل دايت اورنج جوس، اي عامه اي عصير انت حضرتك هتاكلي مثلا، هتقارني برتقال هتاكليها باليافها بالحاجات اللي فيها، ولا هتعملي كوبايه عصير برتقال بيبقى مثلا فيها 5 برتقالات، لا هنا في فرق في السعرات جامد. طب الافضل ان انا اشرب الفاكهه عصير ولا اكلها احسن؟ لا تاكليها عشان الالياف طبعا. تاكليها طبعا. طيب يبقى ما بين الغدا بالشبع. طب ما بين الغدا والعشاء مفيش اي سناكس. العشاء بقى نتعشى ايه؟ العشاء برضو ممكن يبقى جبنه قريش، يبقى مثلا ممكن حاجات مشويات برضو ولا لا؟ ممكن مشويات برضو. طب حلو، يعني هو سبتنا يعني مساحه ان احنا نعمل حاجه، اصل برضو احنا بنتكلم في الكالوريز، احنا بنتكلم في حسبه برضو ان كل واحد ليه جول.